بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بصلاة الفجر، وأنبه كما نبهت في البداية أننا لا نتكلم فقط مع الذكور، بل نتكلم مع الجميع، مع الذكور والإناث، وليس كلامنا فقط عن من يذهب إلى المسجد بس الأب، لكن الأحاديث التي هنا تتكلم عن أنه يصلي في وقتها، يصلي في وقتها، سواء المرأة ممن لا يجب عليها الصلاة مع الجماعة، أو أيضا الرجل معذور عن الصلاة مع الجماعة مثل المريض مثلا والمسافر وما شابه ذلك. بقي معي 4 أو 5 أحاديث. من الأحاديث أيضا في ذلك أن النبي عليه أن الله عز وجل، أو من النصوص في ذلك أن الله عز وجل سمى صلاة الفجر قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان إيش؟ مشهودا. تدرون إيش معنى مشهودا؟ تشهده الملائكة، مثل ما جاء في الحديث الذي قبل قليل أن في ملائكة تنزل الفجر حسنت وتصعد العصر، فتشهد من يصلون، تشهد من يصلون. فلا ينبغي أن يفوتك ما دام الملائكة تشهد، طبعا ليس فقط اللي يصلون مع الجماعة، كذلك الذي يصلي في بيته ممن لا يجب عليه صلاة الجماعة من النساء وغيره. أيضا من النصوص الواردة في ذلك أن الله عز وجل وعد من حافظ على صلاة الفجر أنه يرى الله عز وجل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، كما في الصحيحين. طبعا رؤية الله عز وجل في الآخرة منية يتمناها كل الناس. الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أهل الجنة ما يريدون واكتمل نعيمهم، يطل عليهم ربهم عز وجل فيقول: يا أهل الجنة، إن لكم عندي موعدا أريد أن أعطيكموه أو أنجزكموه. فيقولون: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعذنا من النار؟ يعني ماذا نريد أكثر من كذا؟ فيقول الله تعالى: بلى، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إليه فلا ينصرفون إلى شيء من النعيم أبدا ما داموا ينظرون إلى وجه الله عز وجل. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الرضوان. فأعلى نعيم أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم سترون ربكم. طيب يا رسول الله، ماذا نفعل حتى نرى؟ قال: لا تغلبوا، يعني احرصوا، ولا يغلبكم الشيطان، ولا يغلبكم الوقت والانشغال، لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يعني صلاة إيش قبل طلوع الشمس؟ الفجر وقبل غروبها صلاة العصر. ثم قرأ قوله تعالى: وسبح بحمد ربك، متى؟ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. من الأحاديث أيضا في ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يعقد الشيطان، وهذا يا جماعة ترى الذي يصلي الفجر يخيب ظن الشيطان فيه، يقول: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. إيش معنى هذا؟ معناه يا جماعة أن إبليس لما يراك نائما يأتي ويعقد على رأسك لأجل أنك يعني تنام تماما وتغفو وتنسى الدنيا كلها، ربما لو انفجر بيتك ما تدري. يعقد عليه 3 عقد حتى يحول بينه وبين الاستيقاظ. طيب رنت الساعة بجانبك أو رن الهاتف، نحن سنذكر طرق كيف تستيقظ. يقول: فإن استيقظ كيف أحل أول عقدة؟ فذكر الله. لو قال: لا إله إلا الله، انحلت عقدة، كان عليه 100%، راح 33%، راح الثلث، بقي الثلثان. أنا دائما إذا جيت أصحي عيالي للصلاة، إذا صحيت طيب بقوم بعد شوي أقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قل يبا أنا كافر، لا يا ولدي أنا مسلم، لكن قل لا إله إلا الله لأجل أنك تستيقظ، لأجل أنه يخف عنك هذا. فيقول: فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة. قال: فإن توضأ، لو قاموا توضأ بدأ ينشط، انحلت عقدة،
فإن صلى انحلت عقده كلها. لذلك تلاحظ أحيانا أنت بالكاد تستطيع أنك تقوم صلاة الفجر، لكن سبحان الله إذا صليت ورجعت ما فيك نوم، نشيط، تجد تجلس على الكمبيوتر، يمكن تدخل المطبخ وتسوي قهوة وشاي وتسوي الفطور وتسوي إزعاج في البيت، ولا تطلع الحوش تنظف ولا تصلح عادة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فأصبح نشيطا طيب النفس، طيب النفس ولطيف. قال وإلا أصبح خبيث النفس. خبيث النفس يعني مكتئب مضايق، ما له نفس يتكلم مع أحد، عصبي قافلة معه. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لاحظ هذا من يستجيب للفجر أو من لا يستجيب. أيضا من النصوص في ذلك أنه لعظمة الفجر أقسم الله تعالى به في القرآن، فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر. الفجر مقصود صلاة الفجر أو وقت الفجر، والليالي العشر يعني العشر من ذي الحجة. أيضا من النصوص في ذلك أن التفريط في صلاة الفجر علامة النفاق. قال عليه الصلاة والسلام ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما، يعني من ثواب، لأتوهما ولو حبوا. معنى حبوا أي زحفا على الأقدام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الفجر ثم سأل، رأى العدد قليل فقال أشاهد فلان؟ نظر الصحابة، لا والله غائب يا رسول الله. طيب وفلان؟ لا والله غير موجود. وفلان؟ غير موجود. قال إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين. فلاحظ يعني بمعنى أن الذي يغيب عنها، طبعا لو غاب عنها مرة مرتين في الشهر بمعنى أنه نسي أن يركب الساعة، كان متعب، كان مريض، راحت عليه نوم، غلبه النوم. لكن يا جماعة لما يكون الواحد يعني في الشهر تفوته 25 يوم دليل على تفريطه. بل أنا أسألكم سؤال، لو الآن جاء واحد قال يا أخي أنا ما أستطيع أني أصلي الفجر، والله يا أخي ثقيلة علي، والله أحاول. فاتصل عليه مدير شركة وقال شوف أنا أريدك، متى يأذن الفجر؟ أذن الفجر الساعة 5. قال أنا أريدك كل 5 إلا ربع تأتي وتشغل سيارتي، تخليها تحمى حتى أنا أطلع أروح لدوامي الساعة 5، أجد السيارة حامية وأعطيك عن كل يوم 5000 ريال. لكن إن طلعت يوم خلال هذا الشهر وجدت أن السيارة غير مشغلة، ترى راح عليك الراتب كله، حتى لو في اليوم 30 يروح عليك الراتب كله. بالله عليك هل سيغيب يوما؟ راح ينام طول الشهر، ما راح ينام. ما راح ينام. يعني يا جماعة يجمع لنا 150,000 في شهر، وتجد أنه لو رجع البيت وهو متعب الساعة 4 قال لا يا أخي باقي ساعة إلا ربع على تشغيل السيارة، خلني بقى أواصل، عطوني شاي، عطوني مدري إيش، خلوني أنشط، ويقوم يلعب لأجل أنه يحافظ على هذه. ثم يأتيك ويقول يا أخي والله أتمنى أقوم للفجر لكني ما أستطيع. نقول كذاب، الله تعالى لا يكلفك إلا ما تطيق. صحيح. ولا يكلفنا الله عز وجل أشياء نحن لا نطيقها، ولولا أن الله يعلم أننا نستطيع أن نفعله لكما يأمرنا بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنافقون لو يعلمون ما فيها من الأجر، وفي رواية قال لو يجد أحدهم عرقا سمينا اللحم أو مرماتين حسنتين جملين يعني ناقتين لشهدها مع الجماعة. أيضا من النصوص في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن النائم عن صلاة الفجر يبول الشيطان في أذنيه، يجعل الشيطان حمام. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، كما رواه البخاري. لذلك حقيقة جماعة التنبه إلى هذا يعني أمر مهم جدا، وأنا أسوق هذه النصوص وأعلم أن الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا هم من خيار الناس، وهم إن شاء الله تعالى من أهل الصلوات، لا نشك فيكم بإذن الله. لكنني أذكر هذه النصوص وننزلها في الموقع أيضا، في موقعي، من أراد أن يجدها لأجل أن ينتبه إخوتي وأحبتي، لأجل نصح الناس في ذلك. حتى أذكر أن الحجاج قالوا إنه أمر سيافه أن يقتل رجلا، فلما جاء هذا السياف بيقتله رأى فإذا الرجل طيب، فقال له السياف صليت الفجر اليوم مع الجماعة؟ والرجل مربوط بيقتل. قال والله العظيم صليت مع الجماعة. قال إذن والله لا أقتلك. قال الحجاج أقول لك أقتل؟ قال قد رويت عن فلان، السياف نفسه حافظ أحاديث، رويت عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حماية الله، وفي حراسة الله، وفي حفظ الله، فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. لذلك سبحان الله أنت إذا صليت الفجر مثل ما ذكر أخوي غسان يعني يجعل الله تعالى لك حماية. يا أخي والله لو يقول لك واحد من البشر
لو يقول لك اذهب وافعل كذا وكذا فتقول انا خايف لا يمسكوني كذا، يا اخوي انت في ذمتي في حمايتي. اذا انت واثق في عظمته تقول والله ادنى شيء اتصل به ويطلعني من المشكله، تفعل ما تشاء ربما، لكن فكيف اذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمايتك. معنا التقرير، نحن اتفقنا اننا قبل لا نعمل اي حلقه حتى ما نأمر الناس بالبر وننسى انفسنا نحرص على ان ننفذ ما نأمر به حتى نكون يعني بدأنا بأنفسنا قبل الآخرين. مع هذا التقرير القصير ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الصلاة خير من النوم. الصلاة يا عصام. وعليكم السلام. صباح النور. السلام زين. يلا قوم يلا عشان الحين صلاة الفجر ان شاء الله. طيب اوكي الحين انا خلاص صح. طيب لا تنسى كمان تصحي الشباب معك. الان انا ارسل لهم رسائل الشباب صحيهم كلهم ان شاء الله. الله يجزاك بالخير ان شاء الله. يلا مع السلامة. أقبل هنا ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. شباب فكرة ان احنا نصحي بعض صلاة الفجر هل برأيكم فكرة جيدة؟ والله شوف الحمد لله من يوم ما طبقناها ما صارت تفوتنا صلاة الفجر ابدا. احنا الحمد لله طبقنا الفكرة واستفدنا منها، لكن ناس كثير غيرنا تفوتوا الصلاة، ولا وش رايكم يا شباب؟ لازم نطبق على مجتمعنا اللي عايشين فيه. صحيح، وكل واحد لابد يصحي أهله ويطبقها مع جيرانه وأقاربه وعيال حارته وكذا تعمل فايدة على الجميع. طيب كل واحد يجيب فكرة ونطبقها وبكذا نضع بصمتنا في حياتنا. أقبل هنا. أقبل هنا. ضع بصمتك. ضع بصمتك. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.